دخل البرد على وتر التحركات، فقررت الحكومة العتيدة أن تدعم المازوت. اجتمعت وقررت إعطاء وزارة الطاقة 15 مليون دولار لخفض سعر المازوت 3000 ليرة لبنانية للصفيحة مدة شهر واحد، من 18 كانون الأول إلى 18 كانون الثاني. ولكن حين اجتمعت لجنة المال النيابية اكتشفت فضيحة الملايين في قصة دعم المازوت، وشكى النائب محمد الحجار لدى ديوان المحاسبة، وقامت الدنيا ولم تقعد حول قضية تحصل كلما حصل دعم. تجار المازوت يلعبون على الفرق ويحصدون الدعم ربحا لهم، فلا يستفيد منه المواطن. إنها السياسة حركت السياسيين مرة أخرى ليطالبوا بحقوق الناس. من المسؤول؟ بطبيعة الحال مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ومنشآت النفط في وزارة الطاقة، والتجار. فقصدنا الثلاثة حتى من لم يرد أن يصرح للإعلام. وحصدنا في كل مرة لوم على الحكومة كاملة وقرارها الناقص وعلى آلية الدعم المعوقة. انه معروف انه بس يكون في دعم يعني معناته في بده يصير في هدر، باب للهدر، وبالتالي هذا نحن ما كنا ضد. كان بالعاده يجينا معلومات من منشآت النفط انه بعض الاشخاص عم بيخزنوا هالماده هاي بمناطق معينه، ونحن نطلع عليها ونفس الوقت تروح للجمارك والجمارك كمان يتحركوا. هالشهر لهلا بعد ما اجينا هالمعلومات، بيوم واحد ما فيك تغطي كل الشركات يلي سحبت هالكميات هاي بيوم واحد، لأنه الشركات في عدة شركات أخذت أكثر من مرة أو أكثر من ستيرن. هالستيرن هذا بيطلع لعدة مراكز مش لمركز واحد، بالتالي الميتين بدك يمكن تضربيهم باثنين أو بثلاثة، يعني معناتها بده يصير عندك حوالي من 500 إلى 600 نقطة تقدري أنت تراقبيها. قانونيا هيك، بس بالنهاية الناس أو المنشآت اللي اشترت ب 18 أرخص، 19 بعت الناس اللي اشترون ب 14 وحطوا اللي في الزاوية ومطروا ب 14. موصل وصلنا لنا بال 2010 ان شاء الله هلا بيقولوا عم يتهمونا بدافع عن كان كميات المازوت ما عم توصل ببعض على بعض المناطق البقاع والشمال وعكار والى اخره مطارات اجبال، او عم توصل باسعار اغلى. طب ليش ما حدا تحرك هالفتره كلها؟ ليه ما حدا تحرك؟ ليه ما حدا طلع وكشف يشوف مين اللي عم بيستلم، باي اسعار عم بيستلمه، وقد ايه عم بيبيعه؟ مسؤولية الدولة. وزير الاقتصاد قال لهم أنا ما فيني رائب، ووزير الطاقة قال لهم أنا السنة الماضية ما قبلت بالدعم لأنه بعرف أنه رح يصير فيه تجاوزات بالموضوع. بقى أنا بقول أنه مجلس وزراء مجتمعا أخذ القرار، هو بيتحمل المسؤولية. في الخلاصة اللوم على وزارة باعت من دون أن تسأل، ووزارة لم تراقب يوميات تسلط التجار على برد الناس، ووزارة لم تسأل قبل أن تصرف المال. اللوم على مجلس الوزراء مجتمعا، وفي كل الحالات لا يزال المازوت أزمة في كل بيت يلفه الصقيع. هو مجلس الوزراء اجتمع في الشهر الماضي واتخذ قرارا بدعم المازوت دون أن يضمنه بند رقابة، وحين فضحت سرقة التجار ارتفعت الاتهامات يمينا ويسار. لكن الحل ببساطة، إما برفع الضرائب بشكل كامل ودائم عن المازوت ليصل إلى المواطن بسعر أقل، وإما بفرض رقابة على الدعم الموسمي كي لا يتحول إلى دعم للتاجر على ظهر المواطن. غدي فرانسيس، قناة الجديد.